والحصافة والنبات، أن تدرك في التغيير اليوم أيديها قبل أن ينفلت الأمر من أيديها. حدودنا مشتعلة، الأرض من تحتنا تتحرك وتهتز، والشعب قلق، فاحذروا الانسداد واحذروا الانفجار حتى لا نتنازل بعد إراقة الدماء، وحتى لا نقبل بالسخاء بعد الخراب. دعوتنا اليوم في هذا التجمع المبارك إلى ضرورة الإسراع في إجراء التغيير سلمي وديمقراطي يحفظ مصلحة البلاد ويحقق مصالح الشعب. تغيير سلمي ديمقراطي يحفظ مصلحة البلاد ويحقق مصالح الشعب ويصون دماء الناس ويعطي الحقوق لأصحابها ويبعث الأمل في نفوس الشباب، يقيم دولة الحق والقانون ويؤسس لسيادة الشعب ويعمم الحريات ويحارب الفساد ويمنع الاستبداد ويعلي من قيمة الجزائر، جزائر العزة، جزائر الحرية، جزائر الكرامة، جزائر الجميع. واليوم في هذه اللحظة المباركة التي أعجز فيها عن شكر إخواني وأخواتي المحاضرين جميعا، أعجز عن شكرهم وهم الذين كبدوا الصعاب ليحضروا في هذا المحضر ويشهدوا هذا المشهد ويكونوا شاهدين على الولادة الطبيعية السليمة لحزب أنشأته Thank you.
وهي تسترد هذه الجبهة إلى رصيد من العمل والنضال عبر مراحل مترابطة وتواصل نضالات. الشيخ محمود أحمد رحمة الله عليه، والشيخ الجناني رحمة الله عليه، والشيخ مصطفى بن فهمي وجميع إخوانه حفظهم الله. لقد طبقنا بأنفسنا الصالح
هذا المولود هو إنجازكم الكبير الذي لا يمكن أن ينسب لأي شخص، لا يمكن أن ينسب لأي شخص، إنما هو لكم جميعا ولكل من ساهم في بنائه، سواء حضر معنا هنا أو لم يحضر معنا. هو عمل الجميع، الناس في سواسية يسعى بذمتهم أدراهم وهم يد على من سواهم. بورك لكم هذا المولود، ونسأل الله عز وجل التوفيق والقبول والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر الجزيل للسيد نائب رئيس الحركة الأستاذ عبد المجيد مناصر على هذه الكلمة القيمة. وقبل أن أحيل الكلمة إلى أخينا نبض فلسطين، أحب أن أشكر الإخوة الذين حضروا معنا، الإخوة ضحايا المأساة وضحايا الإرهاب، الذين ساندوا وعملوا معنا رغم جرحهم المستمر، وسيجدون إن شاء الله في جبهة التغيير الوطني دواءهم وعلاجهم. إن جبهة التغيير الوطني تتأسس بكم ولكم وتعيش بكم ولكم، وكما تفضل السيد نائب رئيس الحركة إنها ليست حركة أشخاص. لماذا؟ لأننا رأينا بأن حركات الأشخاص قد انتهت بانتهاء الأشخاص، ولكن حركة الشعب وحركة التغيير وحركة الجماعة، الحركة التي أسسها الشيخ محمود نحلاء فيكم ولكم، تستمر بكم اليوم وتستمر بكم غدا ما دامت محمولة على أكتاف الجميع وبأيدي الجميع الطاهرة. أيها الإخوة، لقد وزعنا على الصحافة بيان حول إنشاء جبهة التغيير الوطني، ومبادرة أولى أو باكورة عمل جبهة التغيير الوطني، مبادرة التغيير الآمن التي سنقرأها بعد كلمة الأستاذ أبو أحمد أو اتصال فلسطين. فنحن أبو أحمد